نوفمبر. نوفمبر جل جلالك فينا. نوفمبر جل جلالك فينا. ألست الذي بث فينا اليقين؟ ثورة الجزائر التي اندلعت في ليلة من شتاء نوفمبر 54-900 وألف، ثورة المليون ونصف المليون شهيد، أولئك الشهداء الذين سقيت الجزائر بدمائهم التي لم تجف إلى حد الآن، شهداء أعطوا للفاتح نوفمبر معنا وهيبة للجزائر عزا ومكانة. ومن بين هؤلاء الشهداء الشهيد الشاب حد مين بعلم رحال. إخواني لا تنساوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. حد مين إخواني لا تنساوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. حد مين بالدموع والدماء أرضوا تراكم ترضوا الأهل والصحبة مع الأولاد. حد مين صوتهم من القبور يناديكم. كان الفتى بوعلام رحال شابا وسيما نحيف البنية، لم نشهد له ابتسامة في الصور التي أخذت له ولا يعكس مظهره سنه. كان بوعلام لاعب كرة قدم نشيط في نادي مولودية الجزائر العريق، وكان يلقب بالمقنين أي طائر الحصون لنحافة جسمه وسرعته. انخرط في سن صغيرة في جبهة التحرير الوطني وهو في عمر 19، بعدما قرر قادة خلايا الثورة الجزائرية بالعاصمة الدفع بوجوه غير معروفة لدى البوليس الفرنسي من أجل تنفيذ العمليات والهجمات النوعية، ومن بينها تفجيرات الملعب البلدي بالأبيار ذات يوم أحد 10 فيفري 57-900 وألف، وهي الأحداث التي أدت إلى اندلاع معركة الجزائر لاحقا في قلب العاصمة. وتولى تنفيذ هذه العملية كل من فرحات حسين وبعلام رحال، إضافة إلى الفدائيين باية حسين وجوهر أكرور، حيث قامتا بتمرير القنبلتين تحت ملابسهما داخل الملعب، فيما تولى الصبيان زرعهما بين مدرجات المتفرجين وتمويههما إلى حين الانفجار. أدت هذه العملية النوعية لجبهة التحرير الوطنية الجزائرية إلى قتل 13 مستعمرا، إضافة إلى جرح 50 منهم. حينها دعا الاستعمار الفرنسي إلى استنفار كل قواته للبحث عن هوية الفدائيين، وبعد بحث مطول تحصلت الشرطة الفرنسية على دليل واحد في مكان التفجير، وقد كان عبارة عن علامة لمحل تنظيف الملابس A1124، وجدت داخل بقايا السترة التي نسيها الشاب علام رحال والتي أخفى فيها جهاز التفجير، لتنتقل بعدها الشرطة إلى القصبة وتحصل على معلومات من عامل تنظيف بالمحل هناك، والذي بدوره تعرف على العلامة ودلهم فورا على مكان إقامة صاحب السترة. وبعد 10 أيام من العملية اعتقل بوعلام، وتم تعذيبه بشتى أنواعه ومحاكمته بتهم الإرهاب والقتل العمدي، وكلها تؤدي آنذاك إلى الإعدام. ما تبكيش على ابن الشاهد، ابكي على ذا حكي غير أن عمره الذي يجعله قاصرا في نظر القانون جعل ذلك ممنوعا، وهذا ما لم تقبله السلطات الفرنسية المصرة على الانتقام، فعمدت إلى تزوير شهادة ميلاده بإضافة 10 أشهر إلى سنه الحقيقي، وهو مولود في 26 ديسمبر 37-900 وألف، ليصبح تاريخ ميلاده في الشهادة المزورة في 26 فيفري 37-900 وألف. ويشاء القدر أن يسجن المجاهد الفنان والشاعر والمغني الشيخ محمد الباجي رحمه الله في نفس فترة سجن الشهيد بوعلام رحال، والذي تأثر كثيرا لوضع الفتى ومصيره الذي ينتظره وهو الإعدام. وقد تحدث المجاهد الراحل الفنان الباجي في إحدى اللقاءات الصحافية قائلا: لقد تم استقدامي إلى عنبر المحكومين عليهم بالإعدام من أجل الآذان وتلاوة القرآن، وفي مرة كنت أؤذن فناداني السجان قائلا: ما هذه الأغنية؟ فأجبته أنني أنادي للصلاة، فرد: أنشد أنشد يا طائرا في القفص، أنشد للموت أو للغضب، وهي أبيات لفيكتور هوغو. فيقول محمد الباجي أنها أثرت في، ومن هنا أتتني فكرة القصيدة. المقنين الزين بوعلام رحال. أحلى بالشدة داخلوا يرجع عمر، داخلوا يرجع عمر، قفص بالمايا من العين، انت
يوقف ظلمة يعمي العين بيلدق يكسر الحين لما ولا قوت بنا يا المخلين من ويقول أحد شهود عيان أن 40 رجلا ساروا بكرامة نحو المقصلة بعد الحكم عليهم بالإعدام في محاكمات سريعة أمام المحكمة العسكرية مرافقين بأغاني وطنية من أغنية من جبالنا وصرخات تردد عبارات تحيا الجزائر من طرف جميع السجناء الموجودين هناك. ونفذ حكم الإعدام في حق الشهيد البطل الشاب المقني نزين في 20 من نجوان 1957 في سجن السركاجي، وكانت الزغاريد تدوي صداها من طرف المعتقلات داخل السجون ومن جميع أنحاء القصبة. وكانت من بين شهود العيان المجاهدة لويزات إغيل حريز التي كانت إحدى المعتقلات داخل السجن قائلة: لقد كانت صدى الزغاريد تصل إلى مسامعنا من أعالي القصبة. استشهد أبو علام واستشهد قبله وبعده العشرات والمئات والآلاف والملايين من الجزائريين كي تحيا الجزائر حرة مستقلة. وكان تاريخ الفاتح من نوفمبر ذلك الطوفان الذي أعاد المستعمر إلى الضفة الأخرى من المتوسط. فليت فلسطين، فليت فلسطين تقف خطانا، فليت فلسطين تقف خطانا وتطوي كما قد طوينا السنين. وبالقدس تهتم، وبالقدس تهتم، لا بالكراسي تميل يسارا بها ويمينا. شغلنا الورى وملأنا الدنا، نرتله كالصلاة تسابيحه